সত্য ও শান্তির পথে আহ্বান। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হামিম। তানজিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আজিজিল হাকিম। মা খালাকনা আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ামা বাইনাহুমা ইল্লা বিল হাক ওয়া আজালিন মুসাম্মা। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আম্মা উনযিরু মুরিদুন। قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادة كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتروا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم ما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لهم كانوا خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب صادق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبعهم أحسن عملا وأحسن عملا ونتجاوز عن سيد في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لك وما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول فيهم ومن قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أيديهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصر ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بما كانوا يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفق وما كانوا يفترون وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجنكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاهم فهل لك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم والذين آمنوا من الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الأوثاق فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر من ولكن ليبلى بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهدم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم أول أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم للكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية أشد من قوة من قريتك التي أخرجتني أهلكناهم فلا ناصرهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعماله ورأى اتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة وفقد جاء صراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم مثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم لهم فلو صدقوا لكان خيرا لهم فهل عسيتم أن تولوا تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا ما أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أثقالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ما شاء الله الشيطان سولهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كانوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر والله يعلم سرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوه أدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخطوا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم وأعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرون ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى فلن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلمون والله معك ولا يطيركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أدغانهم ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والنسوا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنفسنا ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم من الله شيئا أعطى بكم
ينظرون ويرضون فعمل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننت ظن سوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الغفور رحيما سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لباس شديد تقاتلون أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم فانزل ساكنة عليهم وأثم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقتروا عليه قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدرا ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله في الذين فسنة الله في سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من موقع مكة من بعد أن أسفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عورة بغير علم ليدخل الله برحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا لما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية فأنزل سكينة على رسول وعلى المؤمن وأنزل جنود لهم وألزمهم كلمة تقوى وكانوا أحق بأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك
يدعونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لخير لهم الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القوس بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض والله كل شيء عليم يمنون علي أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما ينقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذب بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما له من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قوم نوح والأعوام وأصحاب غس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا ودي إلا لدي رقيب عتيد وجاءت صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل معها سائقون
وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرين هذا ما لدي يعتم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من لا يعلي الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر من آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما لكنا قبلهم من قرن هم من قرن أشد منه بطشا فنقوا في البلاد. هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فاصبح وادبا وادبار وسجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالله ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ما يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك الحشم علينا يصير. نحن نعلم ما يقولون وما يطع عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملة بقرى فالجاريات صرف المقاسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إفك عنه من في قتل الخرسون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان المدين وهم على النار يفترون. ذوقوا فتنة وهذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما تمرب منهم كانوا قبل ذلك المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آية للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وغرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى آلة فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال لا تكن فوجس من خيفة. قالوا لا تخف وبشر بغلام عليم. فأقبلت مرات في صرادها فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.